وبينضم إلينا أيضا هاتفيا الأستاذ عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار. أستاذ عصام بنرحب بك. وسهلا يا فندم، اهلا وسهلا المشاهدين. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني تحدثنا قليلا على قطاع الزراعه، لكن كانت ايضا هناك بعض التصريحات المطمئنه في عدد من النقاط في المؤتمر الصحفي الخاص برئيس الوزراء، سواء ما يتحدث عن اقرار مجلس الوزراء للمبادره الداعمه للصناعه والزراعه، فكره الافراجات وانها تعود للعجله الطبيعيه اولا باول بخروج ودخول البضائع وما الى ذلك، تقليل فجوه المحاصيل وهنا العوده للزراعه مره اخرى. كيف تجد هذه التصريحات المطمئنة للمواطن المصري الآن من خلال هذا المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء؟ طبعا هي الحقيقة شيء طيب أنه دولة رئيس الوزراء يطلع ويقول اللي بيحصل 1 2 3 4 وفي مجالات مختلفة. يعني طبعا أنا لفت نظري أنه في مجال الزراعة مثلا لما كان في لقاء مباشر ما بين فخامة الرئيس وبين بعض المزارعين تمت الاستجابة في زيادة سعر أرداب القمح إلى 1250. بالتأكيد زي ما كان المدخل اللي قبل حضرتك بيقول إنها يعني كل الأطراف مشاركة أو ستستفيد من هذه الزيادة. بالتأكيد ده مهم، لكن برضو إحنا بنطالب السادة الفلاحين سواء كان عن طريق نقاباتهم انه مش بس يبقى الاهتمام بان انا بزود الاسعار، لكن لو عندهم اي مشاكل تانية بتعلي التكلفة علشان تزود من نسبية الربح بتاعه، بحيث ان احنا يبقى في مقابلها انا بزود الانتاج بتاع، يعني مشجع لي انه يزود الانتاج، وبالتالي انا بيتهيألي ان الدولة لن تدخر جهودها في انها تلبي هذا الطلب ايضا، لان كل ما زاد انتاج القمح بالتحديد هيكفف من على كاهل الدوله استخدام واستهلاك العمله الاجنبيه في عمليه استيراد القمح، لنتحول في المستقبل القريب الى يعني ان احنا نكون مكتفين ذاتيا، فدي تتطلب ان كل المنظومه تشتغل سواء كانوا العالم. وعندما تحدث زياده بنسبه 25% حتى يشجع المزارعين، حتى المزارعين كان في مطالبهم للسيد الرئيس اننا نريد ان نزرع قمح، ان الجميع يزرع قمح ليحقق هذا الربح، فاستجابت الدوله بشكل سريع. بالضبط، دي ظاهره ايجابيه جدا في الاستجابه السريعه من الدوله لطلبات الفلاحين في هذا المجال. الموضوع الصناعي محتاج ايضا حضرتك طبعا جيد جدا ان تبقى الدوله مهتمه بدعم الصناعه، لكن برضو الصناعه احنا معلش احنا بنبقى طماعين شويه كاحزاب سياسيه يعني في انه المزيد من التطور الصناعي، وده مش هيتطلب بس ان احنا يبقى احنا عايزين برضو وزاره التعليم العالي تكون متداخله، لان الصناعه لها البحث العلمي ليس فقط بالضبط ليس فقط العمل ان انا مثلا بسهل المجال في مجالات الخامات او لكن التكنولوجي، وده نتطلب ايضا بنطلب ده احنا بقى بنناشد انه يكون هناك في ربط ما بين الصناعات الحقيقيه الملحه التي تحتاجها الدوله وبين البحث العلمي والجامعات، بانها تمدها بالبحوث ويبقى في تعاون لصيق من خلال وتنسيق مجلس الوزراء ما بين الصناعات سواء كانت في القطاع الخاص او قطاع الاعمال العام مع الجامعات للتطوير والتحديث، عشان اوصل لمستوى جيد اقدر مش بس اكتفي ذاتيا بالصناعات الموجوده ولكن ايضا بالعمليات التصديريه. لكن هو جيد ومؤشر جيد انه يتم الاستجابه في هذا المجال، وده بيدي بارقه امل ويخلينا يعني النبره اللي انا شايفها في كثير من النواحي اليأس، لا بالعكس احنا لازم نتكاتف، وده الدور ان الجميع لازم يتكاتف مع القياده السياسيه عشان نعبر هذه الازمه اللي يعني عالميه ولكن مؤثره علينا احنا بصوره اكبر، نتيجه لان احنا يعني احنا ما نحن فيه الان هو تراكمات ل 40 سنه فاتت من اهمال زراعه القمح، ده كانت النتيجه في المرحله الحاليه. سياسات خاطئة على مدار 40 سنة، وبالتالي أيضا سياسات خاطئة في المجال الصناعي وفي مجال الاستثمار. نعم، مع عودة هذه المبادرة الداعمة للصناعة والزراعة، وكنا يعني إذا تحدثنا قليلا على الزراعة وأيضا على الصناعة، لكن هناك إجراءات عدة اتخذتها رئاسة الوزراء يعني تنفيذا لتوجيهات الرئيس، مثلا فيما يخص الرخصة الذهبية وما حدث بهذا الأسبوع أو في أول اجتماع للحكومة،
يعني أظن أن ذلك أيضا ومع بيان البنك المركزي المصري بوجود عودة الاستثمارات مرة أخرى مع هذا الحراك الحادث في المجال، هذا أيضا يدعم ويشجع المستثمرين، وهنا نبعث أيضا نحن برسالة للمستثمرين للتشجيع للقدوم لمصر. حضرتك أنا هكلمك بصراحة أكتر. تمام. إحنا دلوقتي بنقول موضوع الرخصة، احنا بنناشد دايما اننا مش عايزين توجيهات القياده السياسيه دايما بتبقى في صالح الوطن وفي صالح المواطنين، ولكن ما تلاحظ للحزب ان هناك بتوضع عراقيل من الهيكل الاداري اللي موجود في الدوله. يعني دوله رئيس الوزراء صرح بالرخصه، مش مهم عندي التصريح، انا المهم عندي ان انا اجد ان هناك المستثمرين، ما فيش حد بيشتكي، ما فيش حد بيقول ان انا جيت اخد الرخصه قعدت. تعامل الموظفين ومن من يجهز هذا الورق او من يعطي الرخصه مع هذا الاتيتيود والتوجيهات اللي بتحصل، لازم يكون في كسر لكل انواع البيروقراطيه، التسهيل حتى لو تتطلب ان مجلس النواب يتدخل بتبسيط الاجراءات باصدار قوانين، لانه احنا شايفين انه كل ما كثرت القوانين كل ما كثرت التعقيدات. احنا عايزين قوانين سهله بسيطه، العملية تتم بسرعة وموجودة كل الضمانات لصالح الدولة ولصالح المستثمر. نعم، الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا.